السلام عليكم اخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فين وصلتوا في حلويات العيد؟ اليوم ان شاء الله بغيت نشارككم هذه الحلوه اللي مدهشه، بواحد المذاق كتجي بنينه بزاف، كتجي كتدف في الفم، فجربوها وردوا عليا الخبر. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فاذا كنتي اول مره اختي غادي تشوفي القناه ديالي، كنقول لك مرحبا بك في العائله ديالنا، وما تنسيش تفعلي الجرس الصغير باش توصلي دائما بجديد الوصفات. نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. فغادي نخدمو مقادير والطريقة في نفس الوقت. فتاخدوا الإناء ديالكم، فغادي ندير فيه رابعة ديال الزبدة، يعني 250 غرام ديال الزبدة، تكون في حرارة المطبخ هكا. غادي نزيد عليها واحد الرشة خفيفة ديال الملح. البنات اللي ما عندهمش الميزان يديروا 8 ديال المعالق تاع الزبدة، 8 ديال المعالق كبار ديال الزبده. زدت عليها واحد الملعقه صغيره من الفانيليا السائله ولا ساشين تاع الفاني. زدت ملعقتين فقط من السكر، جوج معالق كبار ديال السكر، ودرت 4 ديال القطع نتاع الفرماج المثلث، 4 ديال الحباس ديال الفرماج المثلث. فشتو عندي غير جوج معالق تاع السكر، لحقاش غادي من بعد نديروها في العسل، داكشي علاش ما كثرناش الحلاوه. بديت كنمزج هاد الزبده مع الفرماج مزيان مزيان، حتى داك الفرماج ما يبقاش باين لنا، كيندمج مليح مع الزبده بهذه الطريقه. هادي ندمجوهم مليح. هنا غادي نضيف عليهم 4 ديال المعالق كبار، 4 ديال الملاعق كبار ديال الجنجلان او السمسم. الجنجلان كتشدوه كتنقيوه كتحمروه وتاخذوا 4 ديال المعالق وديروها، وزدت عليهم جوج معالق كبار ديال النشا او مايزينا، وخلطت كل شيء مزيان مزيان. هنا غادي نبديو نضيفو الدقيق. بالنسبة للدقيق بعدا غادي نحتاجو جوج ديال الخمارات 14 غرام، والدقيق غادي فقط نحتاجو 350 غرام، 350 غرام يعني 3 ديال الكيسان ونص. ودائما كنقول لكم الدقيق ديالكم يكون مغربل، وماذا بكم يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات. فكنبدي نديرو الدقيق تدريجيا حتى كنجمعو العجينة، واكيد خاصها تكون طرية، دائما الحلويات العجينه تكون طريه ما نقصحوهاش. فبالنسبه لهاد لا كونتيتي اللي غادي يعطيكم، يعني العبار اللي تعطيكم هاد الكميه، تخرج لكم هكا 70 حبه، اتفقنا؟ بغيتي ديري كتر اختي غادي تضاعفي المقادير. فملي جمعت العجينه كنبدي نشكلها تمتم، فكتاخذوا هكا كميه من العجين وغادي تسرحوه هكا على شكل اسطواني، بحال اللي غادي الشكل اللي غادي تجيو ديروا المقروط. كتحربلوه هكا، نتوما كتضغطوا عليه وانتوما كتحربلوه باش ما كيتحلكمش، ما يديرلكمش تشققات. نتوما كتضغطوا عليه وانتوما كتحربلوه، وكديروه في الحجم اللي بغيتو. غادي تشوفوني انا الحجم اللي درت فيه، قطعتهم هكا لحقاش فيه الخميره غادي عاد يضاعف الحجم ديالو. شفتوا معايا ملي درته على شكل اسطواني، ضربت فيه هكا شويه من الفوق باش يجيني شويه مسطح من الفوق، وخديت سكين وبديت كنقطع الى معينات بهذا الشكل هذا. كنهزهم وكنديرهم مباشره في الصينيه ديال الفران اللي غادي ندخلوها للفرن. كنشعلوا الفران يكون سخون، وكطيبوا الحلوه ديالكم على نار متوسطه حتى كتحمر من الاسفل، ومن بعد كتنزلوها شويه تحمر من الفوق ونتلاقاو. وهي الحلوه ديالنا ملي وجدت، شفتوا كيفاش تحمرت من الاسفل وحتى من الاعلى، عطيت لها واحد شويه ديال اللوين هكا وحيدتها وخليتها تبردت. بالنسبه للتزيين فغادي نحتاجو العسل. عندي هنا كاس ديال العسل اللي سخنتها شويه باش طلقت، وزدت عليها معلقه كبيره ديال ماء الزهر، خلطتهم. وغادي تشدوا الحلوه ديالكم. وكذلك غادي نحتاجو مكسرات. انا استعملت هنا الفول السوداني، يعني قوقم، شديته حمرته وهرمشته. ممكن تهرمشوه، ممكن تطحنوه بودره، ممكن تعوضوه كذلك باللوز. فتاخذوا الحلوه فغطستها في العسل، انا ما غطستهاش كامله، ما غطستش الاسفل ديالها، غطست غير الوجه والجوانب. تقدروا ديروها كامله، فانا غطست الوجه والجوانب في العسل مباشره، هزيتهم وفندتهم في داك الفول السوداني وحطيتهم. نستمر هكا نفند الحلوه ديالي في العسل من الوجه والجوانب، كنقطرها شويه نحطها في الفول السوداني بهذا الشكل هذا، ندوزها كامل مزيان ونحطها على جانب. طريقه سهله وكل شيء واضح. غادي نستمر هكا حبيبتي حتى نكمل كاع لا كونتيتي اللي عندي ونكملهم ونرجع معكم.
وصافي حبيبتي ملي كملت كاع الحلوه صاوبتها كتجي هذا هو الشكل ديالها النهائي. بغيتو تزيدوا عليها ديروا عليها ترشوها بخطوط من الشوكولا البيضاء ولا السوداء ممكن، فانا كتعجبني هكا. وصدقونا البنات بنه خطيره، بنه الفرماج والجنجلان خطيره، والهشاشه كدير كهشيشه كتدوب في الفم، غادي تولي من الحلويات المعتمده عندكم انا متاكده. فاللي جربتها ترد عليا في التعليقات. نتمنى تعجبكم هذا الفيديو وهذا الحلوى. الى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع اللي عزيز عليكم. كذلك ما تنساونيش بتعليقاتكم الرائعه. خليتكم على خير حبيباتي، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، ودائما مع شهيوات صفاء. ومبروك عواشركم.